هل نقص الحديد في الجسم ممكن يسبب اكتئاب؟ أو بمعنى آخر، هل اللي عندهم أنيميا ممكن يبقوا مرضى نفسيين مع مرور الوقت؟ علشان تتأكد فعلا من الإجابة على السؤال ده، لازم تعرف تأثير الأنيميا على الجسم أو تأثير نقص الحديد على الجسم، وساعتها تتأكد إذا كان الأنيميا ممكن تسبب اكتئاب ولا لا. يمكن شفتوا بعض الشخصيات بيعانوا من فقر الدم أو أنيميا، هما نفس الشخصيات بيعانوا من هلاوس سمعية وبصرية، وبدأتوا تسألوا نفسكم هل فعلا في علاقة ما بين الأنيميا والاكتئاب؟ هل فعلا في علاقة ما بين الأنيميا والمرض النفسي؟ طبعا زي ما كلنا عارفين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، الرجال اللي مؤشر أو نسبة الهيموجلوبين عندهم أقل من 13، وبالنسبة للسيدات إذا الهيموجلوبين عندهم أقل من 12 غير الحوامل طبعا، فده معناه ان الاشخاص دي بتعاني من فقر الدم، وبالتالي بيكون في اصابة بالانيميا. وبعيدا عن تأثير الانيميا على الجانب العضوي في الجسم، هنهتم ان احنا نتكلم عن تأثير الانيميا على الصحة النفسية. في دراسة اتعملت على عدد من المصابين بالانيميا علشان يشوفوا هل فعلا عندهم اضطرابات نفسية، وهل فعلا صحتهم النفسية متأثرة بالانيميا ولا لا. والحقيقة كانت النتائج ان في علاقة فعلا ما بين نقص الحديد والاصابة بالاضطرابات النفسية. طب يا ترى ايه الاضطرابات النفسية دي؟ اضطرابات مختلفة زي اضطراب القلق، اضطراب ذهني، الاكتئاب والاكتئاب ثنائي القطب، اضطرابات جسدية، اضطرابات مزاجية، اضطرابات عقلية، والوسواس القهري. وهنا هيبقى في سؤال مهم، ليه الانيميا بتسبب اضطرابات نفسية؟ طيب هنوضحها بشكل مبسط. الحديد بيغذي الخلايا العصبية اللي في المخ، في حالة ان نسبته بتقل في الجسم يحصل خلل في ارسال اشارة للناقل العصبي، وبيشكل عزل الاعصاب، وده طبعا بيأثر على طاقة الدماغ، وبالتالي بيحصل تباطؤ في معالجة الخلايا العصبية المركزية، واللي ممكن انها تؤدي الى الاصابة بالاضطرابات النفسية. وهنا برضو هيكون في سؤال مهم، هل فقر الدم له اعراض نفسية؟ لازم تبقوا عارفين كويس قوي ان الجهاز العصبي الدماغ بيحتاجوا الهيموجلوبين عشان يحصل تنمية الادراك اللي هي من العمليات العقلية، وبالتالي الاعراض الاولى لنقص الحديد بتكون نفسية. يعني انت اول اعراض بتشوفها بتكون اعراض نفسية زي التعب والارهاق والارق وتقلب المزاج، وبعدين بقى بيكون في كمان اعراض جسديه، ودي يمكن بتكون ملامحها او علاماتها واضحه قوي، واضح قوي الضعف العام، شحوب في الوجه، لون الوش شاحب جدا، بيبقى واضح قوي يعني، بيكون في ضيق في التنفس حتى لو الجهد المبذول قليل او بسيط، نبضات القلب بتكون اسرع، ولو بنت بتكون الدوره الشهريه عندها مش منتظمه، وممكن كمان يكون في براز دموي. وبالتالي الشخص عنده انيميا هيكون مهم جدا جدا ان هو يبدأ فورا في العلاج علشان حالته تتحسن، وبالتالي يقي نفسه من الاضطرابات النفسية اللي ممكن يصاب بيها او تصاب بيها. طبعا ده بيتم من خلال مكملات الحديد والاكلات او الاصناف اللي بتساعد على امتصاص الحديد في الدم، علشان تبدأ نسبة الهيموجلوبين في الدم تبدأ تزيد، وبالتالي الشخص يقدر يتعافى ويتخلص من الاضطرابات النفسية.